بدأت محافظة دمشق بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري اليوم حملة تعقيم واسعة عبر سيارات خاصة مزودة بمواد تعقيم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على السلامة العامة. الحملة مثل ما لاحظنا انطلقت اليوم من ساحة محافظة دمشق بتشاركية بين محافظة دمشق والفعاليات الأهلية والهلال الأحمر. الغاية منها هي عبارة عن عملية تعقيم ضمن إجراءات الحكومية بالتصدي الاستباقي لفيروس كورونا. طبعا الغاية احنا نبلش احنا بالشوارع الرئيسية بالمدينة بالإضافة إلى أماكن تجمعات سواء كراجات أو أسواق مزدحمة سور المشاة. الحملة مستمرة حتى إشعار آخر. طبعا رح تستمر في الورديه الصباحيه وورديه بعد الظهر، والورديه الليليه سوف يتم شطف شوارع المدينه وتعقيمها. نطلب من الاخوه المواطنين الوعي ومساعدتنا، يعني بالخاص من الفتره هي البقاء في المنزل هو افضل حتى نحن يساعدونا على ان احنا نقدر نعقم بالشكل الامثل. اليوم نقوم بتامين صهاريج لرش المواد التعقيم، يشارك فيها 50 متطوع وعامل بمرشات يدويه ايضا. هذا ضمن الخطه التي سنقوم فيها اليوم في دمشق، طبعا راح تنتقل تباعا الى جميع المحافظات خلال الايام القادمه. المواد اللي عم نستخدمها حاليا هي ماده الكلور بنسب وتراكيز معينه، هذا التركيز يساعد على تعقيم الاسطح، تعقيم الشوارع. نتمنى من اهالينا التعاون معنا كل الفعاليات التجارية والفعاليات اللي بتقدم الأطعمة في مدينة دمشق إنه تكون حريصة للعقامة الكاملة. فيروس خطير، نتمنى من الكل يبقوا بمنازلهم، نتمنى من الكل يساعدوا الحكومة مع الإجراءات اللي اتخذتها والمبادرات اللي قامت فيها. في فعاليات كثيرة عم تصير لمعالجة وتعقيم خلينا نقول المدينة. هناك خطة حتى محافظة دمشق أصدرت مبالغ مالية للتصدي لهذا الفيروس وتقديم كل الإمكانيات ضمن المحافظة، ونرجع نقول في تعاون مع المجتمع الأهلي، وهي ميزة أكبر دليل هو منظمة الهلال الأحمر اللي عم تساعدنا اليوم كمان لإجراء هالمعالجات.